السلام عليكم. المخابرات الأوكرانية بدأت بمطاردة شخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبدأوا يسعون بخطة خطيرة للغاية من أجل اغتياله هذه المرة. هذا كله جاء بتصريحات مثيرة للغاية قادمة من فاديم سكيبيتسكي. هذا الرجل طبعا هو نائب رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا، كان في لقاء حصري على صحيفة فيلد الألمانية التي ترونها هنا، وكذلك ذا ديلي بيست الأمريكية اهتمت تماما بالتفاصيل التي ذكرت من سكيبيتسكي. وطبعا الكلام ببساطة، قال بأننا الآن لدينا خطط ولدينا أولوية قصوى في عملية اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه مسؤول عن كل ما يجري لأوكرانيا، وقال بأننا نقترب منه شيئا فشيئا وأكثر فأكثر وهو يعلم بهذا الأمر. وقال أيضا بأنه قلق من مسألة أن الروس بأنفسهم هم الذين سيقومون باغتياله، وبالتالي هم يجدون بأن هنالك عملا كبيرا سيقومون به في الفترة القادمة من أجل اغتيال هذا الرجل. وقد يجد البعض بأن هنالك مبالغة من الأوكرانيين والمخابرات الأوكرانية في الوصول للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيف لهم أن يصلوا لهذا الرجل؟ يجب علينا أن لا نستغرب مثل هذا الأمر إن حدث فعلا وهز العالم بأكمله، خاصة وأننا كنا بداية هذا الشهر أمام هجوم بطائرتين مسيرتين على مقر إقامة بوتين على الكرملين. بهذا الشكل اشتعلت الدنيا، قامت الدنيا، ولم تقعد أثناء عندما حدث هذا الأمر طبعا. والروس اتهموا الأوكرانيين في هذه المسألة، الأوكرانيين قالوا نحن لسنا مسؤولين عن هذه القصة، ظلت هذه القصة غير معروفة تفاصيلها حتى يوم أمس، عندما قالت النيويورك تايمز عن طريق مسؤولين أمريكيين بأن على الأغلب أن الأوكرانيين هم الذين قاموا بهذه العملية وأطلاق الطائرتين المسيرتين على محل إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. أيضا بالإضافة إلى ذلك، بأن كان هنالك تقريرا آخرا نهاية شهر أبريل من قبل صحيفة بيلد الألمانية أيضا، التي في 27 من أبريل تحدثت عن محاولة اغتيال قامت بها المخابرات الأوكرانية في 23 من أبريل، عندما علموا قبل أسبوع تماما من زيارة يريد القيام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نقطة في شرق العاصمة الروسية موسكو، وقاموا بإطلاق طائرة مسيرة يصل مداها إلى 800 كيلومتر. المسافة كانت عبارة عن ما يقارب 500 كيلومتر لكي تصل هذه الطائرة إلى نقطتها. نتحدث عن هذه الطائرة تحديدا UJ-22، الطائرة حلقت من فوق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يبدو أن التشويش قد أثر على هذه الطائرة وسقطت على بعد 20 كيلومترا من النقطة التي كان يتواجد فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبالتالي نحن أمام حادثتين لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي طبعا، التي ظهرت على الإعلام على الأقل، وأن مسألة وصول الأوكرانيين أو المخابرات الأوكرانية أو الجواسيس الأوكرانيين الموجودين في الداخل الروسي أو حتى من المعارضة الروسية في موسكو هو أمر يحدث تقريبا يوميا، عملياتهم تحدث يوميا. على سبيل المثال ما جرى يوم أمس، كان هنالك حريقا قد اشتعل في إحدى المباني التابعة لوزارة الدفاع الروسية كما تلاحظون. الروس قالوا لم يحدث شيئا، الأنباء تتحدث بأن هنالك نارا في هذا المبنى الخاص لوزارة الدفاع الروسية، وطبعا CNN الأمريكية تحدثت عن تفاصيلها، وكالات عالمية تحدثت عن أن هنالك فعلا شيئا يحترق في هذا المبنى، بالإضافة إلى ذلك بأن كان هنالك أيضا حريقا آخر تحدثت أيضا عنه وسائل الإعلام العالمية الأوكرانية الروسية، كان قد تم في نقطة قريبة من موسكو إلى غرب موسكو تقريبا في منطقة يطلق عليها أودينيتسوفو كما تلاحظون. وأيضا كان الحريق كبير للغاية في إحدى الأسواق الكبيرة بهذا الشكل، كعمل قد يكون تخريبي قد يكون استخباري أو غيرها. هنالك الكثير من الحرائق والانفجارات التي تحدث في موسكو وفي مدن أخرى لم تشهدها أساسا روسيا من قبل، لم نكن نسمع عن هذه التفاصيل لكنها تحدث يوميا، هذه كلها في 24 ساعة الماضية. وبالتالي نقطة الوصول إلى موسكو والرغبة في اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي أمر واقعي، وتبحث طبعا أوكرانيا من تحقيق هذا الأمر الخطير للغاية. الأمر ليس مرتبطا أبدا فقط من تصريحات نائب رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا سكيبيتسكي الذي تحدثنا عنه، هو أيضا تحدث إلى صحيفة فيلد الألمانية بأنهم أيضا لديهم خطط وعمليات يوميا من أجل محاولة
اغتيال يفغيني بريغوشين قائد قوات فاغنر، أشهر القيادات الروسية اليوم، أشهر القادة في هذه الحرب الروسية الأوكرانية، وهو الذي طبعا قاد عملية كبيرة انتصرت فيها قوات فاغنر في باخموت. الآن المخابرات الأوكرانية تبحث عنه وتبحث عن بوتين، ويجب أن ننتبه بأن بوتين نوعا ما من الصعب أن تصل إليه للعديد من الأسباب وللعديد من الإجراءات الاحترازية، ولكن يفغيني بريغوشين نوعا ما مكشوف للجميع، يصور نفسه كثيرا. يوم أمس كان قد صور نفسه وهو في مدينة باخموت يقود عملية سحب قوات فاغنر من مدينة باخموت وتسليم طبعا المنطقة بأكملها للقوات الروسية. وأوضحت التفاصيل التي نشرت عن هذه الزيارة بأنه يقوم بمقابلة القوات الموجودة في فاغنر من أجل تأمين عملية الانسحاب، من أجل إعادة التنظيم، من أجل إعادة الترتيب لقوات فاغنر للاستعداد لعملية مستقبلية أخرى. وكانت هنالك كثير من اللقطات التي وضحت طبعا موقعه، وهي تعتبر من الإجراءات التي من الممكن للمخابرات أن تعمل عليها بشكل واضح، مثل هذه اللقطة. بمجرد مصافحة بسيطة ستلاحظ بأنك أمام الكثير من العلامات التي تكشف لك أين هو متواجد طبعا. وبالتالي إحدى أهم المباني هو هذا المبنى الذي يأتي سقفه مميزا بهذا الشكل، وسقفه طبعا باللون البني. أيضا يبدو بعد هذا المبنى مبنى آخر كبير للغاية بهذا الشكل، وترى بأن هنالك مبنى آخر يأتي خلف يفغيني بريغوشين، ونحن طبعا أمام الطريق، وهذه العلامات تأتي إلى اليمين. وأيضا أن هنالك مبنى نوعا ما باللون البني هنا. إذا ما أخذنا صورة أخرى لهذه المصافحة القادمة من المقطع المصور، ستلاحظ بأننا فعلا أمام هذا المبنى البني بهذا الشكل. وأيضا لقطة قبل المصافحة توضح لك بأن الرجل كانت خلفه شجرة، وبجانب هذه الشجرة عمود، وهي منفصلة مميزة جدا، هي التي ستعطيك بالضبط أين كان متوقفا هذا الرجل. من هذه الصور ببساطة ستجد أين يتواجد هذا الرجل. وبالتالي عندما نذهب إلى القمر الصناعي، فكما تحدثنا هو يقوم ويزور ويقود عملية مسألة انسحاب قوات فاغنر من باخموت والتسليم وغيرها. وعلى هذا الأساس ليس هنالك منطق في مدينة باخموت التي نتحدث عنها أن يتواجد هنا مثلا في غرب باخموت، لا أساس ولا منطق أبدا لهذه القصة أن يتواجد في الغرب. وبالتالي المنطق يتحدث بأن من المفترض أن يكون هنا في الشرق، وتحديدا بالقرب من هذا الطريق الرئيسي الذي من خلاله ممكن لقوات فاغنر أن تنسحب والقوات البديلة أن تأتي وتستلم. وبالتالي المنطق يتحدث بأنه يجب أن يكون متواجدا هنا. وعلى هذا الأساس إذا ما حاولنا أن نقترب من هذه المنطقة، من هذا الطريق الذي سيبدو واضحا بأنه الطريق الرئيسي الوحيد، هو يوضح بأن الرجل من الممكن أن يتواجد بالقرب من هذا الطريق في إحدى التقاطعات، في إحدى المباني. وعلى هذا الأساس يجب أن نبحث عن هذا المبنى الذي يأتي سقفه بنيا أولا لكي نتأكد من هذه المسألة. وبالتالي هنالك مبنى سقفه بني وحيد يأتي مميزا بهذه المنطقة، لنأخذ صورة واضحة لهذه المنطقة في محاولة أن نكتشف إن كان فعلا يفغيني بريغوشين متواجد هنا. ستجد بأننا فعلا أمام نفس هذه العلامات، هذا هو المبنى الصغير البني، وهذا هو المبنى الكبير الذي كان ظاهرا، وهذا يعني أن المبنى الكبير الذي كان ظاهرا خلف يفغيني بريغوشين هنا. وطبعا هذا هو الطريق الذي رأيناه، وعلى هذا الأساس هو من الممكن أن يكون متوقفا هنا. ولكن أين هي الشجرة والعمود لكي نتأكد أين هو كان متوقفا؟ لنحاول أن نقترب من هذا الطريق من نقطة هنا. ستجد بأننا أمام نوعا ما علامتين منفصلة كشجرة وكعمود، وستجدها هنا. ها هي، هي واضحة طبعا مع العلامات التي تحدثنا عنها، مسافة. بالتالي هو كان متواجدا هنا ويلقي التحية على الجندي من قوات فاغنر. بالتالي التصوير ببساطة كان تقريبا بهذا الشكل مع العلامات التي حددناها والتي تحدثنا عنها. وطبعا هنالك مسألة أيضا مهمة متوفرة في القمر الصناعي للتأكد بأن هنالك نقطة هبوط في القمر الصناعي هنا في هذه المنطقة، يستطيع أي شخص الذهاب لها، بأنك تستطيع الهبوط وإلقاء نظرة على هذه المنطقة بأكملها. هو ليس شخصا واقفا على السطح، لا أبدا، وإنما صورة قادمة من طائرة مسيرة درون قبل الحرب الروسية الأوكرانية أعطت الصورة الكاملة لهذه المنطقة. وبالتالي انهبطنا إلى النقطة التي أشرنا إليها الآن، ستلاحظ بأنك أمام هذه الصورة الكبيرة. لنقترب قليلا، ها هي نفس العلامات، المبنى الذي رأيناه هنا، المبنى الكبير والمبنى البني، وأيضا هذا هو المبنى الكبير الآخر. وعلى هذا الأساس النقطة والعمود والشجرة موجودة هنا مقابل المبنى
كل شيء واضح، لنقترب قليلا من الشجرة والعمود، وهذا يعني بأنه كان متوقفا هنا تماما في عمليتي قبل 24 ساعة من الآن. وعلى هذا الأساس مثل هذه المعلومة، مثل الأقمار الصناعية، مثل العناصر الاستخبارية البشرية، من الممكن أن يصلون إلى يفغيني بريغوشين، وهذه قد تكون واحدة من أخطر الأمور التي تعلن عنها المخابرات الأوكرانية. هذا الإعلان لمحاولة اغتيال من أهم الشخصيات الآن في روسيا، ألا وهي فلاديمير بوتين ويفغيني بريغوشين من قبل المخابرات الأوكرانية، هي تأتي في توقيتات حساسة. فنحن كنا أيضا خلال 24 ساعة الماضية توقيعا بين وزيري الدفاع الروسي والبيلاروسي على وثائق لمن أجل نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا. كان التوقيع طبعا تحدثت عنه وكالة رويترز اليوم، وهو واحدة من الأنباء الحديثة للغاية. وبالتالي بوتين هنا على وشك أن يرسل الأسلحة النووية التكتيكية التي صرح فيما سبق قبل شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبا، قال بأنه سينشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا، وبأن المنشأة الخاصة بتخزين هذه الأسلحة ستكتمل قبل الأول من يوليو. وبالتالي الأمور قريبة للغاية والعمل يبدو كبيرا، وبأنهم قد اتفقوا على نشر هذه الأسلحة التي ستكون موجهة طبعا ضد حلف الناتو بأكمله وحتى ضد أوكرانيا، توسع نووي كبير. وطبعا بالنسبة لروسيا ببساطة هي التي ستتحكم بهذه الأسلحة. واحدة من التفاصيل التي ذكرت بهذه الوثائق بأنهم هم الذين سيكونوا مسؤولين عن عملية استخدام هذه الأسلحة وتخزين هذه الأسلحة والقرارات المتخذة بهذه الأسلحة النووية التكتيكية. تطور كبير للغاية، وطبعا روسيا تستفيد من كل شيء، وحتى تستفيد من أهم الحلفاء الخاصين بها، ألا وهي طبعا إيران. وصدق أو لا تصدق، هنالك تطورات خطيرة فيما يأتي من إيران تجاه روسيا، العالم بأكمله يراقبها، ألا وهو ما هو قادم من مسألة إحدى البنود المرتبطة بالأمم المتحدة في الاتفاقية النووية، وهذا البند هو UNSCR 2231. هذا طبعا البند وهذه المادة هي تمنع إيران من إرسال أي صواريخ باليستية لديها مديات أو لها مديات أكثر من 300 كيلومترا إلى أي دولة كانت، ليست فقط إلى روسيا. هذا البند سينتهي في أكتوبر القادم، وعلى هذا الأساس بالنسبة لإيران ستكون قادرة على عملية إرسال الصواريخ الباليستية لروسيا لكي تستخدمها في الداخل الأوكراني. وكنا أساسا اليوم أمام إعلان كبير من قبل إيران عن صاروخ باليستي جديد، وهو صاروخ أطلقوا عليه خيبر، هذا هو الاسم الخاص بهذا الصاروخ. لنلقي نظرة على هذا الصاروخ كما ترونه هنا وهو ينطلق، وهذا الصاروخ طبعا هو من صواريخ ومن جيل صواريخ خرم شهر الجيل الرابع. هذا الصاروخ يصل مداه إلى 2000 كيلومتر، الرأس الحربي بهذا الصاروخ يصل وزنه إلى 1500 كيلوغراما، ويستطيع بالتحليق بسرعة عالية للغاية في الغلاف الجوي تقريبا، وهو داخل وضمن الغلاف الجوي يستطيع التحليق على سرعة ما يقارب الأكثر من 8 أضعاف سرعة الصوت، وخارج الغلاف الجوي يستطيع التحليق على ضعف المسافة تماما، 16 مرة أو ضعفا من سرعة الصوت. وبالتالي هو يصعب الأمور على الدفاعات الجوية إذا ما حاولت عملية اصطياده. صاروخ باليستي ليس بالعادي أبدا، وبالتالي إيران هنا تطور الكثير من قدراتها الباليستية والصواريخ الباليستية في ظل أن هذا البند سينتهي، وإيران لن تكون مجبرة على أحد، وستستطيع قانونا وشرعا بيع هذه الصواريخ أو إرسالها لروسيا لكي تستخدمها في أوكرانيا. وقد يكون تجريب هذا الصاروخ الذي رأيناه الآن قادما جدا، قد يكون في نوفمبر، قد يكون في ديسمبر، ننتظر ونرى. وطبعا بالنسبة للإيرانيين كانت لأسلحتهم دور كبير في هذه الحرب في الطائرات المسيرة، من طائرات شاهد 136 المفخخة لا زالت تستخدم حتى يومنا هذا. وبالتالي تنوع في السلاح كبير، وهذا هو بالضبط الذي تحدث عنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بهذا الشكل. يوم أمس كان قد وجه رسالة مباشرة إلى الناس في إيران، إلى الناس المؤثرين في إيران، أرسل لهم رسالة: لماذا أنتم تقفون بجانب الطرف أو الطرف المعتدي أو الطرف الشرير كما وصفه طبعا
وبالتالي هو طلب من الإيرانيين والمؤثرين في إيران، العلماء في إيران وغيرهم، أن يتدخلوا في هذه المسألة وإلا يكونوا جزءا من هذه الحرب. وبالتالي لاحظ حتى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتحدث عن السلاح الإيراني، لأنه يعلم أن الأمور ستتطور إلى أكثر من الطائرات المسيرة وستصل إلى الصواريخ البالستية، وهذا قد يفسر لماذا المخابرات الأوكرانية تبحث بشكل علني عن اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو حتى يفغيني بريغوشين، التي قد تشعل الحرب بشكل أكبر. هي ليست النهاية ولكنها قد تزعزع كثيرا روسيا إن ما فعلا تمكنت المخابرات الأوكرانية من القيام بمثل هذه العمليات.